أوامر حكم سجانا طريح حبل الشبك بداخل الفونا البارحة هم قلبي زار بركانه من جور وقت علي جدد غبونه صبرت والصبر من هالكبد عطشانه والصبر جمر يحرقني بغليونه وان كان طير السعد مهز جنحانه ما طاب جرح على قلبي يداوونه برس الكتاب ورمز الخط عنوانه ما يجهل من حياتي معي مقرونه قضيت معهم حياة العمر شجعانة والبيض تنشر لهم في عالي الكون اسلاح جنبي جهمهم بخوانة دخيلهم في وطنهم ما يخونون يوم ان بعض القبائل طاح ميزانه واليعزب انهم غريب ما يحجونه عزوة فلاح خصام العز وعنانه اهل السقاوى النقا من عهد قارونه من قال فيهم خطا ملعون شيطان اهل الحميه عن الزلات مصيونه دخيلهم في وطنهم عالي شانه رفيع قدره وعزه ما يهونونه دعيتهم ما دعوني وقت محيانه ولبوا طلبنا وسيرهم يخاونه واختم المسك والكرم أنا الأشواق منه وعشق بحب مزيونة. أما هذه القصيدة فردا على قصيدة سعود بن بدر الشيباني العتيبي، قالها الشاعر جعبل بن محمد بن طحيمان عضو مجلس النواب. يا مرحبا ما تشن المزنق انفانه على البلاد الجديبة وان بتغصونا بالخط ذي جاوي قلبي فيه نيرانة وزاد قلبي علي الهم وشجونة لكن ورا وعد ابو سلطان واخوانه هون علينا كلام ابطال مضمونه سلمان ساعتنا خيته هد باحسانه هدت بطل يعترف من نظرة عيونه تقول صقرين لا رفرف بجنحانه قال ابشروا بايا قعمنا انتو تريدونه والنفس يا خوي بيد الله سبحانه
ما يكتب الله ما العالم يحدونه، والوقت كله تقلب فيه بالوانه، بعض القبائل على الخسات مدهونه، والهرج ذي كان له شلات رنانه، ما عاد شي صح من ذيهم يقولونه، ضع الورق ذي بالدولاب والخانه، الكذب حبله قصير ولاو يشدونه، ومن صبر للوجع من قوة إيمانه، من طاح يصبر إلى ما تفتح سجونه، وإحنا لزمنا البقا ونطال محيانه، ما بنعود وعاد الرجل مرسونة، اي لو جلسنا حد عشر عام من شانه، قطيرنا جاه من السير يلبونه، من شك فينا في يخزع جعل لعانه، ما جدنا قد رضي في ذي يضيفونه، جبر الذي من جعر في القبر بكفانه، قايم في القبر له عادات مسنونه، والختم صليت ما قد هملا لمزانه، صلوا على الهاشمية ذي تزورونه.